واصلت وزارتا الكهرباء والماء والأشغال العامة عملهما على قدم وساق لإنجاز تركيب بايبات المياه الجديدة في الجزء الأوسط من طريق الجهراء بالتعاون مع مقاول المشروع، سعياً لإتمام تركيبها وإعادة المياه إلى المناطق 17 التي قطعت عنها في الوقت المحدد 18 ساعة، وذلك منذ الساعة 6 مساء أمس الجمعة وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السبت. قطاع المياه عن بعض مناطق الكويت يستغرق 18 ساعة. تتعاون خلالها وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في تنفيذ 5 وصلات تتعلق بمشروع طريق الجهراء السريع لتوصيل المياه للمناطق المجاورة. تنفيذ 5 وصلات تتعلق بمشروع طريق الجهراء السريع. لتنفيذ هذه الوصلات كان يتطلب أن نقطع الخدمة لمدة تقريبا 18 ساعة. مثل ما تشوفون هذه يمكن أكبر وصلة نفذناها من الساعة 6 حسب البرنامج الزمني بلش المقاول يشتغل، ولله الحمد حسب اللي قاعدين نشوفه وفق البرنامج الزمني المعد الأمور إن شاء الله ماشية بحسب الاتجاه السليم، وإن شاء الله يمكن نقدر حتى قبل الوقت المحدد نخلص ونضخ المياه إلى الشبكة. تم التنسيق بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة في ضبط أسعار المياه الخارجية المستخدمة من قبل مضخات المياه لعدم استغلال المواطنين. سبق وان اجتمعنا معهم في الوزارة لترتيب مثل هذه الأمور، والبعض منهم رحب وأيضا قاموا بعمل خصومات بشكل استثنائي في هاليومين فقط ليغطون احتياجات أهالي هذه المناطق من المياه المعدنية. الأمور تسير في الموقع حسب الخطط الموضوعة من قبل وزارة الكهرباء والماء. المسؤولون أبدوا استحسانهم من سير العمل، ومن المتوقع الانتهاء قبل الموعد المحدد. وجهنا عدة رسائل فيما يتعلق بكيفية التخزين وحسن استغلال المياه. فيما يخص موضوع غسيل السيارات، غسيل الحوش، ري المزروعات، يفترض أنهم يتوقفون عنها يعني بكرة، وإن شاء الله الأمور طيبة. وفي حال حصل نقص لأي مواطن بإمكانه فقط يتصل على رقم 152 مركز الاتصال في وزارة الكهرباء، وسنقوم بتأمين عملية وصول التناكر للعناوين المذكورة. وحرصا من الوزارة على عدم استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لحاجة الناس في هذا اليوم، فالتناكر راح توصل أيضا بالسعر المعلن من قبل وزارة التجارة والصناعة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرة مراسلنا ناصر الهاجري لاطلاعنا على سير العمل. مرحبا بك بداية ناصر، كيف تسير إجراءات تدليل العقبات أمام سكان المناطق المشمولة بالقطع، وهل تم تسجيل أي شكاوى من المستهلكين؟ نعم زميلي فايز، نرحب فيك. نحن الآن في الموقع الذي تسبب في بقطع المياه عن المناطق المذكورة. أعزائي المشاهدين، وزارة الكهرباء والماء تذلل كل العقوبات أمام السكان من نواحي الإعلان قبل القطع المذكور في الاتفاق مع التجارة، مع وزارة التجارة، في الحد من الأسعار أو من ارتفاع الأسعار في للمياه الخارجية كالمضخات المياه، التناكر أو غيرها. لله الحمد الأمور هنا تسير على حسب ما يرام، ولا لم تكن هناك أي شكوى من قبل المواطنين. نعم، هل هناك مناطق قد يمتد إليها القطع بالإضافة إلى المناطق 17 المحددة؟ زميلي فايز، المسؤولون أبدوا استحسانهم من سير عمل هذا المشروع، ولله الحمد من خلال الساعات القليلة الماضية. المفروض أن المشروع على حسب الخطة الموضوعة من وزارة الكهرباء والماء ينتهي غدا
في الساعة 12 ظهرا أو الساعة 11 تقريبا. المسؤولون يقولون أن هناك تفاؤل كبير من خلال السير هذا العمل أنه سينتهي قبل الموعد المحدد. نطمئن السادة المشاهدين من خلال سؤالك أنه لن يكون هناك مناطق غير التي حددت لتوقف المياه عنها، بل أنه لن يتكرر هذا القطع كما علمنا من المهندسين هنا. فهذا القطع أتى لهدف معين وهو توصيل بايبات معينة، وسينتهي بإذن الله في الوقت المحدد كما ذكروا. إذن الخطة تسير كما هي، وأيضا وزارة الكهرباء والماء وأيضا الأشغال قد وضعوا في حالة الطوارئ، إذا كان هناك من حاجة إلى ماء هناك رقم معين تستطيع أن يتصل إليه من يحتاج الماء وسوف يصل إليهم المطلوب منعا للاستغلال. ناصر الهاجري مراسلنا، شكرا لك.